نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفي عناوينها: ارتفاع عدد النازحين من الموصل إلى أكثر من 76 ألف شخص، والجيش العراقي يكثف من طلعاته الاستخباراتية في المدينة. طائرات النظام السوري تواصل قصف أحياء حلب الشرقية والأحياء السكنية في ريف إدلب. وفي الكويت، نتائج الانتخابات النيابية تظهر تقدم المعارضة وتغيرا بنسبة 60% في البرلمان. أهلا بكم. أعلنت الحكومة العراقية ارتفاع أعداد النازحين منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية إلى أكثر من 76 ألف شخص. ويأتي إعلان الحكومة وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية قد تواجه النازحين في مخيمات النزوح، حيث توقعت الأمم المتحدة نزوح ما يصل إلى 1 مليون مدني من أصل 1.5 مليون شخص من سكان مدينة الموصل. بثت وزارة الدفاع العراقية شريط فيديو لعناصر الاستخبارات التابعين لها وهم يجوبون شوارع مدينة الموصل في جولة قالت إنها تأتي لتحديد الأهداف التي يتمركز فيها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في المدينة. وأظهرت الصور انتشار بعض مسلحي التنظيم في شوارع الموصل، فيما قالت الوزارة إن عناصر استخباراتها يحظون بتعاون شعبي كبير من أهالي المدينة. إلى ذلك، أكد مصدر أمني عراقي أن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بات يلجأ لاستخدام الزوارق بغرض التنقل بين جانبي مدينة الموصل الغربي والشرقي بعد استهداف 4 جسور من أصل 5 بالمدينة كانت تستخدم في التنقل. ويقول التحالف الدولي إن قصف الجسور يأتي ضمن خطة عسكرية تهدف لقطع خطوط الإمداد عن التنظيم ومنعه من نقل ملغماته وعبواته الناسفة وبراميله المتفجرة بين جانبي المدينة. وأوضح العميد في قوات الرد السريع عبد الرزاق الحمداوي أن التنظيم يعتمد الآن على 13 زورقا نهريا في نقل الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة إلى عناصره الذين يقاتلون في الجانب الشرقي من مدينة الموصل. من محور الخازر الشرقي الموصل ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبد الجبار. إذا شفيق، ماذا لديك في آخر التفاصيل؟ نعم، آخر التفاصيل أبدأها من خلية الإعلام الحربي التابعة للعمليات المشتركة العسكرية العراقية التي نشرت مقاطع فيديو قالت إنها لضربات قامت بها طائرات تابعة للطيران لسلاح الجو العراقي وطيران الجيش، واستهدفت أوكار لما يعرف بتنظيم الدولة في محورين: المحور الغربي ومنطقة تل الزلط، والمحور الجنوبي منطقة المصايد. هذه المقاطع تظهر أهداف لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة. وقال بيان يعني نشرته خلية الإعلام الحربي، قالت أن ما لا يقل عن 80 عنصرا من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قد قتلوا في هذه الضربات التي استهدفت الأوكار واستهدفت الآليات والآليات وأسلحة ثقيلة كانوا يستخدمونها في تلك المحاور. أما المحور الغربي فقد قال قادة الحشد الشعبي إنهم سيطروا على تلين استراتيجيين يقعان في إلى الشمال الغربي من مدينة الموصل، وهو تل الفارس وتل المليحة. وهذان التلان هما استراتيجيان يربطان مدينة الموصل من جهة ومدينة تل من جهة أخرى في محاولة لقطع الإمداد وبين المدينتين. نعم. كما يعدان هذه يعني تعد الحركات العسكرية التي يقوم بها الحشد الشعبي هنالك في محاولة للاستعداد لاقتحام مدينة تل الأحفر من قبل الجيش العراقي، هي تهيئة لهذه للهجمات العسكرية. أما المحور الشرقي فقد وصلت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب
الإرهاب إلى حي الفلاح وهو الحي الشمالي الذي يعقب حي القاهرة، وبعد أن تم تطهير حي القاهرة وحي عدن وأحياء الكرامة وحي الشقق الخضراء من المسلحين، وأغلبهم كانوا من القناصة الذين يحاولون ضرب أهدافهم والنيل من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب. من محور القازر شرقي الموصل مراسلنا شفيق عبد الجبار، شكرا جزيلا لك. قال اللواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى إن معركة الموصل بالنسبة له معركة شخصية. الجبوري الذي كان يعيش في الولايات المتحدة عاد إلى العراق بطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي وبرغبة شخصية منه، بعدما شاهد أبناء عمومته يقتلون في فيديو دعائي بثه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي. محاربة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل يبدو أنها تحولت إلى هدف شخصي لبعض العراقيين، إما ثأرا لمقتل قريب أو سعيا للمساعدة في ضمان عودة الاستقرار إلى العراق. اللواء نجم الجبوري قائد عملية نينوى وأحد كبار قادة الهجوم على التنظيم انضم للقوات العراقية المشاركة في المعركة مرتديا بيزته العسكرية، تاركا عائلته ووظيفته في جامعة الدفاع الوطني في الولايات المتحدة. قرار الجبوري المساعدة في قيادة الحرب ضد التنظيم جاء بعدما طلب منه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العودة للعراق العام الماضي ليكون أحد قادة المعركة. لقد عانى العراقيون وأقربائي من تنظيمي القاعدة والدولة، وقررت العودة هنا لوطني الأول قادما من الولايات المتحدة تاركا عملي وأسرتي هناك لكي أحارب تنظيم الدولة الذي قتل الكثيرين من عشيرتي وأصدقائي. ولا يخفي الجبوري الذي خدم في الجيش العراقي السابق قلقه من المخاطر المحدقة، حيث تواجه قواته تحديا في نقل الأسلحة الثقيلة والدبابات عبر شوارع الموصل الضيقة، بالإضافة لاستخدام تنظيم الدولة المدنيين كدروع بشرية حسب قوله لإبطاء تقدم قواته. مهمتنا هنا في الموصل القضاء على السرطان الذي يسمى بتنظيم الدولة، وهذه المهمة صعبة. في البداية كنا نواجه حوالي 60 سيارة مفخخة، أما الآن فنواجه حوالي 3 سيارات فقط. وبالرغم من بطء تقدم القوات العراقية لا سيما على الجبهة الغربية من الموصل، إلا أن الجبوري أبدى ثقته في تحقيق النصر بحلول نهاية العام، وهو هدف وضعته الحكومة العراقية نصب أعينها. ليس ذلك فقط، بل توقع الجبوري انهيارا شاملا لتنظيم الدولة خلال فترة قصيرة جدا. قتل 15 مدنيا وجرح العشرات في قصف لطائرات النظام السوري استهدف بالأحياء السكنية في بلدة عنجارة بريف حلب، في حين وصلت طائرات النظام غاراتها على أحياء الساخور وأرض الحمرة والحيدرية الشرقية مدينة حلب، ما خلف دمارا كبيرا في الممتلكات. وألقت مروحية النظام براميل متفجرة على حيي طريق الباب والكلاسة في المدينة المحاصرة، ما تسبب بإصابة مدنيين بجروح، كما قتل مدني وجرح آخرون في غارات لطائرات النظام استهدفت الأحياء السكنية في مدينة خان شيخون بريف إدلب. قتل طفلان وجرح آخرون أغلبهم أطفال فيما يعتقد أنه تفجير انتحاري نفذه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الراعي الحدودية مع تركيا والتي يسيطر عليها الجيش السوري الحر. وفي سياق متصل أعلنت رئاسة الأركان التركية عن وجود أعراض الإصابة بغاز كيميائي على 22 عنصرا من مقاتلي المعارضة السورية المشاركين في عملية درع الفرات نتيجة إطلاق تنظيم الدولة صاروخا في منطقة الخليلية شمالية سوريا. يذكر أن فصائل الجيش السوري الحر سيطرت أمس على قريتي العجم ودويري شرقي مدينة الباب في ريف حلب عقب اشتباكات مع تنظيم الدولة، ما أدى إلى قطع الطريق الواصلة بين مدينتي منبج والباب. أظهرت النتائج الرسمية النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي تغييرا جذريا لتركيبة المجلس بنحو 60%،
ووفق النتائج التي أعلنتها اللجان الرئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، فإن نسب التغيير جاءت متفاوتة، فقد حافظ 20 عضوا فقط من مجلس الأمة السابق على مقاعدهم، مع دخول 30 عضوا جديدا للمجلس. وأوضحت النتائج كذلك أن الأعضاء الشيعة في مجلس الأمة فقدوا أكثر من ثلث مقاعدهم، حيث لم ينجح منهم سوى 6 أعضاء مقارنة ب9 أعضاء في الدورة البرلمانية السابقة. أما الإخوان المسلمون فقد حصلوا على 4 مقاعد فقط، في حين لم تنجح المرشحات أو من المرشحات 14 سوى سيدة واحدة. وفيما لم يتم الإعلان رسميا عن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات، فإن الكثير من المراقبين يتوقعون ارتفاعها في ظل مشاركة المعارضة التي قطعت دورتين سابقتين، احتجاجا على تعديل الحكومة للنظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد. يعني اليوم كان عرس ديمقراطي لا تجده في كثير من الدول، ويجب أن يعني نعي ونتحرك بوعي. هذه يعني أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة. تجددت المواجهات بين الحوثيين من جهة والجيش الوطني من جهة ثانية في مديرية الصلو جنوب شرق تعز، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين الطرفين لم يتم حصرهم بعد وفق مراسلنا. يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الوطني مقتل نحو 50 من عناصر الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الساعات 24 الماضية في محافظة حجة المحاذية للحدود مع السعودية غربي البلاد. يواصل الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن التي وصلها أمس برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين. وتعد هذه العودة الثالثة للرئيس هادي من الرياض إلى عدن التي لم تستطع الحكومة الاستقرار فيها بسبب الاضطرابات الأمنية ونقص الخدمات. وقال مسؤول محلي إن زيارة هادي لعدن تزامنت مع وصول تعزيزات عسكرية وصفت بالضخمة من التحالف العربي إلى المدينة أول أمس، شملت مدرعات ودبابات وناقلات جند ومدافع. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس هادي وصل إلى عدن للوقوف على أوضاع المدينة واحتياجاتها، فيما قال مصدر في الرئاسة اليمنية إن هادي سيبحث عددا من الملفات أهمها عملية دمج المقاومة الشعبية في الجيش والأمن والإجراءات الخاصة باستكمال استعادة المحافظات التي ما تزال أجزاء منها تحت سيطرة الحوثيين. قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري إن بلاده قد تسعى لإنشاء قواعد بحرية في اليمن أو سوريا مستقبلا. وقال باقري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية اليوم إن مثل هذه القواعد قد تكون أكثر قيمة من الناحية العسكرية لبلاده من التكنولوجيا النووية. قالت اللجنة المنظمة لانتخابات حزب الجمهوريين في فرنسا إن عدد الناخبين المشاركين في الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح يمين الوسط الفرنسي في انتخابات الرئاسة العام المقبل ارتفع عند الظهيرة إلى نحو 15% مقارنة بالجولة الأولى. وقالت اللجنة إن الأرقام تشير إلى أن إدلاء 1,270,000 ناخب بأصواتهم وفقا لإحصاء 67% من مراكز التصويت على مستوى البلاد. هذا ويتنافس في جولة الإعادة الرئيسية للمحافظين رئيسا الوزراء السابقين فرانسوا فيون وألان جوبي القياديان البارزان في حزب الجمهوريين الذي ينتمي لتيار يمين الوسط. ومن المتوقع أن يواجه الفائز في هذه الجولة زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمني المتطرف مارين لوبان التي تركز على معاداة المهاجرين والمسلمين. من باريس ينضم إلينا مفادنا لبيب فهمي. إذن لبيب، إلى أين وصلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التمهيدية؟ وبعد ربما تلميح فالس إلى مشارك ربما ترشحي لهذه الانتخابات، كيف سيدعم ذلك ربما معسكر الاشتراكيين الذي تأثر بفترة حكم فرانسوا أولاند؟
نعم، بالنسبة للمشاركة فكما ذكرت بعد نوع من الركود هذا الصباح كثرت المشاركة قبل ساعتين لتصل كما قلت إلى أكثر من ما بين 10 إلى 15% أكثر من نسبة المشاركة الأسبوع الماضي. إذن هناك ارتفاع للمشاركة حاليا وصلت إلى 1.5 مليون شخص شاركوا في هذه الانتخابات التمهيدية لليمين. بالطبع المشاركون في الانتخابات ليس كلهم من أحزاب اليمين، ولكن الكل لديه الحق المشاركة في هذه الانتخابات اليوم لاختيار مرشح اليمين الذي سيواجه المرشح ربما مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ولكن أيضا ربما مرشح اليسار. وكما قلت فاليسار اليوم يعيش نوع من التشرذم خاصة بعد إعلان مجموعة من اليساريين ترشحهم دون المشاركة في الانتخابات التمهيدية اليسارية، وإعلان مانويل فالس أيضا بأنه يمكن أن يشارك في هذه الانتخابات، وهذا ربما ما يدفع اليمين هنا في فرنسا إلى الاعتقاد بأنه ربما سينجح في هذه الانتخابات لأنه هو ربما الشق أو الطرف الوحيد الذي سيكون لديه مرشح واحد وسيواجه أيا كان بمرشح واحد، ولديه برنامج ربما يقبل عليه الفرنسيون حاليا، أي برنامج ليبرالي وبرنامج فيه نوع من الصرامة. إذن فالانتخابات اليوم ربما الناجح في الانتخابات اليوم هو الذي سيكون ربما الرئيس المقبل للجمهورية الفرنسية، والذي سيعوض فرانسوا هولاند بعد المشاكل التي يواجهها اليسار حاليا. موفدنا إلى باريس لبيب فهمي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الكوبيون يؤبنون كاسترو مع بداية 9 أيام من الحداد على روح الزعيم الثوري. أهلا بكم من جديد. احتشد مئات الطلاب في جامعة هافانا لتأبين الراحل فيديل كاسترو في بداية 9 أيام من الحداد الرسمي على الزعيم الذي هيمن على الحياة السياسية في الجزيرة لعدة أجيال. وأعلن شقيقه الأصغر وخليفته في الحكم الرئيس راول كاسترو في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أول أمس وفاة كاسترو دون أن يوضح سبب الوفاة. ونكست أعلام كوبا وألغيت العروض العامة والموسيقية بعد إعلان وفاة الزعيم الكوبي السابق. ومن المقرر حرق جثمان كاسترو والخروج برمادها في جولة بإنحاء كوبا لتنتهي بمراسم الدفن في 4 ديسمبر كانون الأول المقبل، بالتزامن مع مسيرات ضخمة إلى ميدان الثورة بهافانا وفي مدينة سانتياغو بجنوب البلاد، تأبينا للزعيم الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاما. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. تواجه الأسواق الخليجية وضعا تقنيا متراجعا للمستقبل القريب يترك التأثير السلبي المباشر في نشاطها ويبعدها عن التبعات الإيجابية التي تعكسها السوق الأمريكية، حيث أغلقت السوق السعودية نشاطها الأسبوعي على مستوى 6797 نقطة، غير قادرة على تخطي المستوى النفسي المهم لذروة شهر أبريل نيسان الماضي. أما بالنسبة إلى سوق دبي هي الأخرى أنهت نشاطها الأسبوعي على مستوى 3324 نقطة، غير قادرة على تخطي الحاجز النفسي لأواخر شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي. أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير الأخير الذي خص به الخطوات الإصلاحية الواجب تطبيقها في الاقتصاد الخليجي أن فرض الضرائب على حوالات ومرتبات الأجانب سوف لن يأتي بالثمار المرجوة منها وسيترك تبعات اقتصادية سلبية كبيرة. يذكر أن 90% من القوة العاملة الخليجية هي من الأجانب الذين يقومون بتحويلات مالية سنوية بقيمة إجمالية تصل إلى 84.4 مليار دولار. أعلن البنك الدولي في آخر تقرير خاص به مصادر المياه في قطاع غزة أنها شحيحة وتعاني في جودتها وإمكانية توفرها لمستويات خطيرة جدا. وأشار البنك إلى أن مياه الأبار الجوفية التي يعول عليها كثيرا بدأت تختلط بمياه البحر وبمياه الصرف الصحي ما يجعلها غير صالحة للشرب، الأمر الذي يجعل 85% من سكان القطاع لا يحصلون على المياه النظيفة الصالحة للشرب.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني NBS أن القطاع الصناعي الصيني حقق مستوى أرباح بنسبة 9.8% مقارنة ب 7.7% للشهر الذي سبقه، ليرتفع مستوى الأرباح الإجمالية للعشرة شهور الأولى من العام إلى 8.6%. وأشار المكتب إلى أن المؤشر الصناعي الصيني الذي يقيس مستوى أسعار المواد الأولية في المصانع ارتفع ب 1.2% مقارنة ب 0.1% للعام الماضي. تقوم مدينة لابيور التايلاندية التي تعرف أيضا باسم مدينة القرود كل عام على مدى 27 عاما الأخيرة بتقديم وليمة تضم أشهى الفواكه للقرود الذين يقومون بدور أساسي لجذب السياح ودعم الاقتصاد المحلي. ويبلغ العدد الرسمي للقرود في المدينة 3000 مع ما يزيد عن الضعف من القرود غير المسجلين، وهم من فصيلة الماكاو ذات الذنب الطويل الذين يعبرون عن صداقة حميمة مع أخيهم الإنسان لا سيما السياح. تحاول السلطات التونسية تجاوز أزمة اقتصادية بعد 6 سنوات على الثورة، ورغم حالة الطوارئ الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة إلا أن ذلك لم يؤدي إلى تجاوز عجز موازنة الدولة ومنع مضاعفة الدين الخارجية. مراسلنا وسام دعاسي رصد أسطاء الأزمة الاقتصادية في التقرير التالي. تونس وهي تحاول استكمال انتقالها الديمقراطي ما زالت ترزح تحت أزمة اقتصادية صعبة بعد حوالي 6 سنوات من اندلاع الثورة. قسوة الأزمة اضطرتها إلى إعلان حالة طوارئ اقتصادية نتيجة عجز موازنة الدولة الذي وصل إلى حد 3.5 مليار دولار وتراجع نسبة النمو إلى 1.5% مقابل تضاعف الدين الخارجي إلى 62% من الناتج الداخلي الخام. تضاعف مديونية الدولة، العجز كبر، كتلة الأجور كذلك من 6.4 مليار إلى 13.2 مليار دينار. هذا كله يخلي لهامش تحرك على المالية العمومية يعني أصبحت صعبة ودقيقة، ولهذا يعني الحل الوحيد بالنسبة لبلادنا وإحنا كنا أمل وإلي الاستثمار إن شاء الله يرجع الاستثمار أولا الداخلي وكذلك الاستثمار الخارجي. كل هذه العوامل دفعت الحكومة إلى تبني سياسة اقتصادية تمثلت في رفع الضرائب والضغط على النفقات لتغطية العجز المالي، كما أقرت قانونا جديدا للاستثمار للتشجيع على الاستثمارات الأجنبية في ظل إغلاق 2000 شركة أبوابها بعد الثورة، بينهم 600 شركة أجنبية. إذا غادرت الشركات بعض الشركات التونسية للبحث عن مناخات أكثر اطمئنان وأكثر تحفيز، ولعلها المغرب هي الأقرب إلى هذا المناخ، أعتقد أن هذه رسالة سيئة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لا يستثمرون في بلد لا يستثمر فيه أبنائه. تواصل الاحتقان الاجتماعي رغم تحسن الوضع الأمني قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل دعوات سياسية للنقابات القطاعية لتقاسم الأعباء لإنقاذ الاقتصاد المتأزم الذي أدى إلى تهاوي العملة المحلية مقابل الدولار واليورو. نجحت تونس في المسار الديمقراطي، لكنها تواجه اليوم تحديا اقتصاديا صعبا يهدد بحسب مسؤولين ديمقراطيتها الناشئة. ومن المتعارف عليه في عالم المال والأعمال أن من لا يملك استقلالية اقتصادية عليه أن يتقبل التدخلات الخارجية لرسم سياساته الداخلية. وسام الدعاسي، التلفزيون العربي، تونس. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. احتفظ نادي تشيلسي اللندني بصدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز صعب وغير مستحق على غريمه اللدود توتنهام هوتسبير بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني ليفربول الذي فاز بدوره على ساندرلاند بهدفين لصفر، فيما فاز صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي على بيرنلي بهدفين لواحد.
انتهت مباراة فريقي بورتو وبيلينيز في الدوري البرتغالي الممتاز بالتعادل السلبي في لقاء تميز بفقدان بعض اللاعبين لأعصابهم، وحاول بورتو تحقيق الفوز بكل وسيلة لتقليص الفارق بينه وبين سبورتينغ لشبون وبنفيكا صاحبي المركز الأول والثاني على التوالي. وشهد اللقاء تبادل الفريقين لإهدار فرص محققة كان أغلبها من نصيب بورتو. تمكن فريق ايندهوفن من تقليص الفارق بينه وبين متصدر الدوري الهولندي فاينورد إلى 3 نقاط فقط بعد فوز ساحق وسهل على فريق إيدو دين هاج المتواضع ب3 أهداف لـ1. وكان ايندهوفن هو السباق إلى التسجيل عبر هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 11 من الشوط الأول قبل أن يكمل الثلاثية بهدفين متتاليين في الشوط الثاني. حقق فريق السد فوزا صعبا على غريمه فريق العربي في الدوري القطري لكرة القدم، وانتهى اللقاء ب3 أهداف لـ2. وشهد اللقاء تنافسا شديدا بين الفريقين، حيث حاول فريق العربي صاحب الأرض إنهاء سلسلة الهزائم التي لحقت به مؤخرا، فيما كان السد يسعى إلى تقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر نادي الجيش. وتقدم السد ب3 أهداف لـ1 إلى الدقيقة 87 عندما تمكن العربي من تسجيل هدف ثان ووضع الزوار تحت ضغط شديد، إلا أن العربي لم يتمكن من تحويل ضغطه في الدقائق الأخيرة من اللقاء إلى أهداف. افتتح في العاصمة الأردنية عمان مهرجان القدس الثاني للثقافة والفنون لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة. المهرجان الذي شهد مشاركة عربية ثقافية وسياسية واسعة. مراسلتنا فرح العطيات حضرت المهرجان ووفتنا بالتقرير التالي. ندوات ثقافية للتعريف بالقدس جغرافيا وتاريخيا، وسوق تراثية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والأسرى في سجون الاحتلال، أنشطة تميز بها مهرجان القدس الثاني للثقافة والفنون في العاصمة الأردنية عمان. اجت مشاركتي بالمهرجان من خلال حبي لدعم وطني ولدعم أهلي في فلسطين بهذا العمل. بعمل بالحرف اليدوية اللي بتحكي عن بلادنا وعن أصالتنا وعن تراثها، وبنحب ندعم أهلنا بفلسطين بهذا العمل البسيط. الهدف من المهرجان الإبقاء على القدس في الساحة السياسية ونشر الوعي بها، حيث عرض رسامون فلسطينيون لوحات فنية أبرزت معالم المدينة الواقعة تحت الاحتلال والحصار الإسرائيلي. مهرجان القدس للثقافة والفنون، وهو تأكيد وتركيز على وجود التراث الفلسطيني بأشكاله المختلفة. ففي هذا المهرجان محاضرات منوعة عن القدس وعن توعية الجيل الجديد القادم عن القدس وزيادة ربطه في القدس وفي المناطق المقدسة بشكل عام في فلسطين المحتلة. وشهد المهرجان حضورا لافتا للمثقفين والشعراء الفلسطينيين، واستقطب جمهورا واسعا تفاعل مع النصوص الشعرية والعروض الفنية المختلفة. لفت الأنظار اتجاه معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتعزيز صموده هو ما جسده هذا المهرجان بطرق ثقافية عدة عكست مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الشعب الأردني. فرح العطيات، التلفزيون العربي، عمان. ختام النشرة، السلام عليكم ورحمة الله.